الجميع التشغيل، يخدموا الشباب حتى هما يكون عندهم حق في التشغيل. وكنظن ان جيال فلسطين الفلسطينيه وشخص رئيس السي عمر مروك اللي حتى هو كنحيي عاليا على المنبر الوقوف ديالو مع 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 المتضررين من الحرائق، كان في الميدان رصد ميزانيه كنظن حوالي 9 مليار رصدات هاد الناس اللي يستافدوا من هاد من هاد الدعم هذا. وكنظن رصد كاينه واحد الميزانيه كبيره واستثمار هذه فيما يخص الجهه ديالنا. كنظن السيد الرئيس هو اللي يقدر يقول لكم لي شيفر اكزاكت، انا ما عنديش لي شيفر اكزاكت. اللي بغيت نقول لكم هو ان الحكومه البرنامج الحكومي ديالها راهنت على مليون منصب شغل، ودابا حنا البرنامج اوراج اللي شغال 250 الف منصب شغل، هذا برنامج اوراج و2000 شاب وشابه، برنامج فرصه يشجع الشباب مقاولين ومقاولات. كنظن الحكومه بدات توزن هذا المشروع هذا، وبدينا واقيلا في الترونش الاولى والثانيه حنا بدينا فيها دابا عين سنه ربع شهور. واذا شفتوا دابا الشباب راه اغلبيه الشباب فرحانين وعندهم الحل من رغم الانتقادات. فما كنقولوش ان خدمنا يومين ثلاث ايام سيمانه، واخا خدمني نهار خلص انا والدور وكل ما بقاش الانتقادات. كمشروع هو ناجح من الشباب، وماشي من الشباب ديال تاع التجمعين اللي خدموا جميع الاحزاب، يعني ما كاينش سياسه. الاهم هو ان يخدموا الشباب ديالنا، الشباب مغاربه اجمع. بغيت نقول لكم التعليم كاين دابا عند الشباب، هضر المنحه الجامعيه وعلى الحي الجامعي. حنا في مداخله ديالنا كبرلمانيين دائما، وانا عضو في لجنه التعليم والتواصل، دائما في المداخلات ديالي مع وزاره التعليم العالي دائما كنركزوا على، كنقولوا دائما التعليم منحه جماعيه، التعليم حي جامعي، كلشي يستفاد من هادشي. نقولوا ان ديما صعيب ولكن حنا كنوصلوا الرسائل ديالكم كنوصلوها، خاصة معاناة العالم الخارج. شفت انا بنت اصلي من الشوال، ماما وبارا من الجبل، تانا جبنا الاصل، واخا ربنا اتصال كبير، راه العالم القرابي راه عندنا في الدم، راه باش تكونوا عارفين المعاناة ديالكم كامل كنوصلوها. إذا دائما تكون طموح، بالطموح وبالإرادة القوية، والحس ديالنا عندو إرادة قوية باش أنه ينفذ برنامج الحكومي ديالو. بالرغم من العراقيل، بالرغم من الأزمات اللي كنمرو بها، بالرغم من كل شيء، كاين شي أخ سول على التمويل ديال مشروع الحماية الاجتماعية. بالرغم من التمويل أولا، المهم أننا أن الحكومة صامدة وعازمة أنها تنجح مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، والتكلفة ديالو تقريبا 50 مليار ديال الدرهم. كنا كتعرفوا أن المشروع هذا خصو ينجح، هادشي اللي خصنا نعرفو بلا أجل كامل. فيما يخص التعليم والتشغيل والصحة، كان نهار اثنين اللي فات غسيت رئيس الحكومة ومع وزير التعليم العالي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، داروا واحد اتفاقية من أجل الرفع من مهني الصحة. يعني إذا كان عندنا لحدود الرفع من عدد مهني قطاع الصحة في أفق 2030 وإصلاح نظام التكوين. البرنامج يرم للرفع من عدد مهني الصحة من 17.4% في كل 10,000 نسمة سنة 2021 إلى 24% إلى بحدود 2025، ثم إلى 45% في أفق 2030. هادشي اللي كان دخل في تحسين المنظومة الصحية ديال بلادنا. باش أنا قلت ديك المواطنة البسيطة، ديك الفلاح البسيط اللي ما كانش كيحل أن تكون عنده حماية اجتماعية، دابا قادر أن مرته إذا مرضات أولا ولادو إذا مرضو هيمشي أنهم يعالجو بالضمان الاجتماعي. كذلك التجار، كاين حتى العائله ديالنا كتقول لك التاجر اللي كانت تزوج مراته كيقول لك صعيب عليه ديك المصاريف ديال المستشفى، ولكن دابا راهم فرحانين. هادشي ما خصناش، هادشي راه خصنا نعرفو في القرون، حيت هذا هو الواقع. راه التاجر والمحامي والصيدلي والطبيب وجميع هما دابا كيستافدوا من الحمايه الاجتماعيه، والحكومه ما سيبتش هاد الناس اللي عندهم دخل كبير، الفلاح البسيط، سائق الاجره، هذوما كان اصبحوا انهم قادرين انهم يستافدوا من الحمايه الاجتماعيه. مشروع ماشي سهل، مشروع خاصو يكون في نهايه 2019، طبعا هو مشروع ملكي تحت الرعايه الاسلاميه ديال سيدنا، ولكن الجرأه والتنفيذ والانفذاذ ديال المشروع ما كانش في الحكومه السابقه، وخصكم تفعل تفقوا بجهد للحكومه ديالنا هذه، لان قدرت انها تنفذ هذا المشروع من الارض الواقع.